عدنا ونعاودوا احمد نبداو خوتي من هذو الكارافان ولا الفامبوس كل واحد كيفاش يقول لهم كارافان. على كل حال خوتي شابين الله يبارك ما شاء الله، انا راني متمني واحد كش نهار نشري واحد كيما هذا ان شاء الله اذا قدرنا ربي ان شاء الله. المهم هذو خوتي راهم للبيع، وشنو ما فيهمش الاسعار، وكيما فيهمش الاسعار خوتي ما كاين لا نقعدوا نصوروا فيهم باش ما نخسروش الوقت. حنا رانا حابين خوتي نربحوا الوقت. هاوليك حبيبنا هنايا عنده هاوليك كيبيع يبيع لي باتري، يبيع الضو، يبيع اي حاجه لي بيزيطاجي. خاطرش عليه خاوتي دوك نقول لكم علاش يبيع. يبيع خاطرش هو عنده خريدات زينين، اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله. خاوتي هو يبيع خريدات زينين، هو يبيع واحد الخريدات خاوتي. هادو الطونوبيلات اللي حنصورهم خاوتي ديستيني للعباد اللي يحب يلبس في المغرب العربي، يجيب لهنا طونوبيلته ويشري هذه ويعاود يلبسها، والا الناس اللي عايشين في اوروبا، الناس اللي عايشين في الجزائر هذو ممنوع يدخلوا الجزائر، لازم سيارات تكون 2022. كاين بزاف اللي يقول لي علاش تصورنا وحنا ما يهمناش. اخويا تحب تتفرج الله يبارك، ما تحبش تتفرج خويا اخرج، ماشي هذا الفيديو ماشي تاعك. اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله. شوفوا خوتي كيما هذو خريدات زينين الله يبارك. هذو خوتي ما يوصلوش من با 500 اورو، تلقاهم تقريبا البيبان دائما مفتوحين. الاخضر راه هنا، الاخضر افتح افتح لنا. كاين لي بوم دود خاوتي لداخل، بوم زنجر، وكاين لي نقايه كيما هذه راهي بوم دود شويه ما تسواش. قلت لكم ميم با 10 ملاهي، ميم با واحد ما كان له، نزيدو نبداو نقصو في السعومه باش ما نديروش البوز باد بوز. حنا نحوسو باش الناس تستفاد. قلت لكم خاوتي تجي تشري طونوبيل هذو ما فيهمش الاسعار، راك تشوفوا متلوحين هنايا كانهم ما على باليش انا واش. صلي على رسول الله. الاخضر افتح. هذيك كليو هذه شوي بشويه راه منحينا البوست ديجا واللور هاي ليك. هاليك هذه ثاني خوتي كاع على كل حال كاع ينفتحوا كاع خوتي. هذا تقريبا كاع اقل من 10 ملايين. شوف هذا هذا منحي او ييه، هذه نقيه شويه خوتي بصح مزبلها من هيه ما على باليش واش دار واش نحى واش ينحوا لي بياس منها خوتي. الواحد كان بزاف دوكا اللي يشوف هذا الفيديو يقول لي شوف كيما هذا نحى لها كلها. شوفوا خوتي نسلها، كاين هكذا يبي حالك يبي حالك تتنسلها ومن بعد يروح يرميها هو، المهم هو يستفاد. كاين بزاف دوكا اللي حيشوف الفيديو هذا واللي يقول لك يرحم باباك شوف لي خوتي. انا ما نشوف حتى واحد، انا مانيش تاجر، انا خوتي يوتيوبر عادي نصور لكم الاحداث ونجيب لكم الاسعار. صلي على رسول الله وضرب اللايك ودعم خوك. اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله.